زكريا بلد هو سيوس ملعب الخير المهدي الجولاوي استضافة بجامعة التمصلوح في مقر جامعة التمصلوح اللي كيتزامن مع الموسم ديال الله حسين بن مغار اللي هو كيتخليد الذكرى ديال العيد المولد النبوي الشريف ديما بعد عيد المولد النبوي الشريف هذا الأسبوع كيكون موسم ديال مولاي عبد الله بن حسين بن مغار وموسم ديال مولاي إبراهيم كيتزامن مع الحدث مع الأسبوع ديال عيد المولد النبوي. غير بالنسبة للاستعدادات اللي قلت لها السي زكريا الاستعدادات كانت على قدم وساق منذ شهور تقريبا واحد الشهرين تقريبا مع اللجنة ومع أعضاء المجلس بإسرهم ليوقفوا على كل ما يخص هذا النشاط وهذا الاحتفال ديال الموسم ديال الله بن حسين اللي دار له برنامج عام اللي نهار الأول تم فيه كيجي على سبيل المثال الناس الإخوان ديال الوطن مشكورين الساكنين الوطن تاع كيجيبوا هذيك الذبيحة كيجيبوها للدار حي الله بن حسين ومن ثم كتنتقل كتمشي الذبيحه من دار الشريف من الزاويه عند الشريف كتمشي مباشره للضريح من ثم كيبدا التوريده ديال الفرسان والمقدمين كيبداو يتلقاو الدعم ديال البارود والمستلزمات اللي كتخصهم اللي خص لهم المجلس في هذه المساله هذه. اذا بدي ابي بدا اود نشكر في هذا اللقاء هذا السيد العام المشكور من المرضى اللي هو سنة في كل صغيرة وكبيرة في المهرجان هذا واللي خصنا دعم لوجستيكي ودعم أمني اللي هو مرت الاحتفالات في هذا الموسم في واحد الجو رائع وبشهادة ديال الزوار اللي هو هذه السنة كيحطم رقم قياسي نهار الأول فيما يخص زيارة يوم الأحد اللي تقريبا كانت ما يناهز 25,000 زائر اللي زاروا جامعة التمصلوح كان واحد الاكتظاظ ولكن جل الامور دازت الحمد لله بسلام وكنتمنوا السلامه للجميع في الشان هذا. والتمييز اللي كاين هي هذه السنه دخلنا بعض الانشطه فيما يخص المهرجان الثقافي كانت هناك توريضه وكانت في الليل واحد السهره فنيه اللي دازت هي في الليل فيها فولكلور من مراكش وفولكلور محليه وكحماده ودازت في واحد الفرجه ممتعه للساكنه ديال 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 الجامعه والزوار ديال اللي ما استبشروا خيرا وعطوا واحد الارع اللي هي راه مزيان وكان احسن وكان اول باح اليوم التالي على التوالي كانت توريضه وفي اللي كان واحد الحفل ديني اللي تلات فيه تلاوه القران والامداح النبويه والحضره المصلوحيه اللي مشكوره جمعيه ديالتهم التام اللي شاركوا معنا في هذا سميتو بتضافر الجهد مع المجلس اللي شاركوا جمعيه محليه ديال الحضره ديال الامداح النبوي ديال جامعه التمصلوح اللي هما مقر ديال الجمعيه عندهم في مركز التمصلوح اللي شاركوا معنا ودوزوا واحد الامسيه ممتازه وتم بعد تكريم بعد الفعاليات من الاخوان ديال امداح جمعيه المدح والاذكار وتم تكريم واحد المستشار جماعي اللي دوز على سبيل المثال واحد ما اظن شي تقريبا شي 35 سنه في المجلس اللي هو السي مولاي الطاهر الذكي اللي دوز معنا واحد الفتره وعطى العطاء فيما يخص تدبير الشان المحلي في جامعه التمصلوح كان معنا ك ك ك كمنتخب ودركته انا في الانتدابيه ديالته ودوز معنا فتره والبحث المجلس دار لي واحد التكريم رمزي عرفانا اللي بما قدمه من 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 من, من خدمات لفائده الساكنه ديال جامعه التمصلوح لفائده الساكنه ديال الدائره كانت يمثلها بصفه عامه والجامعه بصفه عامه كيف قلت لي بصفه حومه السوق بصفه خاصه والجامعه بصفه عامه. اذا هذا هو الجو فاش دازت وكاينه حموده كتكون في الاحياء وفي الحومات اللي هي هذا تقليد بقى مولود كذا المهرجان مولود منذ قرون ماشي الله مبدع ولا نسخه الفلانيه نسخه الفلانيه هذا المهرجان مولود عبر قرون ما غادي نحدوش لي حنايا جينا لقينا شي كاين وحنا مشينا به غادي فيه ابا نجد. وكي قلت للاخوان
في بعض الاستجوابات السكان ديال جامعه طنبسه تستقبل جميع الزوار بترحاب وكتستقبلهم في المنازل ديالهم وكترحب بهم وكتستقبلهم واحد الاستقبال مما يمر كتمر هذا الانشطه في واحد الجو قلت لك اخوي وروحي وتضامني والمغاربه معطيه لهم الكرم وحسن الاستقبال هذا باسم الشعب ديالنا تحت الرعايه ديال سيدنا الله ينصرو اللي هو كيدعم هاد المهرجانات وكذا المولود الثقافي اللي كيدعموا الله ينصرو وحنا غاديين تحت الرعايه ديال سيدنا كنعيشوا الحمد لله في امن وامان تحت الرعايه ديال سيدنا ولكن الحمد لله هادشي كيبشر بالخير كنتمنوا تجي شي صبا ديال الشتاء وتكون على قد النفع وترجع للفلاح المغربي والفلاح المصلحي بصفه عامه ترجع لهم بواحد النفع ان شاء الله يكون واحد العام مزدهر ان شاء الله تحت الرعايه ديال امير المؤمنين الله ينصرو ويصرو ولي عافيه المساله حنا كنعيشوا واحد قلت لك في امن وامان تحت الرعايه ديال سيدنا والشعار ديالنا راه الله الوطن الملك في هذه المساله ديال سي زكريا ولكن حنا لهذا العام نسخه طورناها وكيتكون اي خطا من الاخطاء ولو غنطوروه باش يزيد السنه المقبله يكون واحد التطور العام الجاي ان شاء الله غادي تلقاو احنا بدينا في الدراسات وبدينا في بعد المشاريع اللي غادي تنزل على ارض الواقع بمركز دم صلوح وبالدواوير اللي بدات دراسه الانكاتونسا هي المركز اللي فيه بعض المرافق اللي هي غادي تكون ان شاء الله غادي تكون مرافق حيويه بالنسبه للساكنين ديال جامعه دم صلوح الناس ديال السكان ديال مركز دم صلوح اللي كاينه هي غادي يرجع واحد الحله جديده لا بالنسبه للساحات العموميه لا بالنسبه للطريح لا بالنسبه لمجبه الخيل عيد المرافق اللي هي كاينه هي كتنزل على ارض الواقع دابا الدراسات بينا فيهم وراه ان شاء الله السنه المقبله غادي تلقاوها رات النور في وحتى المدخل حتى هو غادي يكون واحد المدخل اللي هو يكون مشرف لمركز الجامعه كمركز وغادي يكون ان شاء الله مشاريع اخرى اللي كتزيد اطمئنان لفائده الساكنه ديال جامعه طنبسه هي اللي بغيت ناكد لكم الاخوان حنا كنتجاوبوا معكم بالحقائق ماشي بالتزييف مازال ما بداش الموسم بدات بعض الاشاعات اللي هي كت ما غاديش تعكسنا اللجنه التنظيميه الاخوان باش نوضحوا هذه العمليه هذه الموسم له طقوس ولا اعراف ديالو ولا ترتيبات ديالو اذا التنظيم تيكون بالتنسيق مع السلطه المحليه من الاول ملي كنجيو كنديروا محضر مع السلطه المحليه هو الاول حتى نطلقوا البرنامج ديالنا ما يمكنش ما ديرش انت دير برنامج مع السلطه المحليه وكدير انشطه ديالك مع بدون تنسيق مع السلطه المحليه لا كاينه امور امنيه خصك تنسق فيها لاقاش انت نقول لك بغيتك لوجيستيك امني واش نسقتي لي اش بغيت دير لي ماشي تنقول بغيت ندير المساهمه وهذا الشيء ما نغفلوا الجانب الامني لا يغفل في البلاد هو الاول واللي كيغفل الجانب الامني ما عمرو ينجح بالاطلاق وهذا هو سر النجاح اللي نجح هاد الدوره هادي ونجحها بامن وامان كي قلت لك تحت الوصيه ديال السيد العامل المسؤول الاول في الاقليم اللي وقف معنا كي قلت لك على قدم وساق وجميع اللوجيستيك اللي خاص وامور امنيه ومشات الامور بالمحضر داك الشيء اللي حطينا بالحذافير ديالو ماشي مشينا هذه اللجنه وهذه اللجنه اللي مشينا بالتنسيق مع السلطه المحليه على قدم وساق حتى نجحت المسار ديال المهرجان هذا اللي عطى الاكل ديالو ان شاء الله غادي يعطي الاكل ديالو في السنوات المقبله ان شاء الله.